مالية ومناقشة العرض المالي المقدم من جانب الشركات والتفاوض بحيث ان احنا حصلنا على افضل الاسعار اللي يتنفذ بها الخدمة بنفس المواصفة. فطبعا يعني الحمد لله ده تم وكانت يعني مدارسة مهمة جدا يتم البناء عليها في المستقبل إن شاء الله من جانب كل فرق العمل اللي اشتغلت في هذا الأمر. وبنشكر كل الناس اللي اشتغلت معنا، كل جهات الدولة اشتغلت معنا على الأرض في هذا الملف كلهم. حضرتك بتكلميني بقى عن فرص العمل، فرص العمل للشركات دي على مستوى المنطقتين، لان هيبقى ليهم منافس قوي هو هيئه نظافه وتجميل القاهره، هتشتغل في المنطقه الجنوبيه وهتشتغل في المنطقه الشماليه بخطه تشغيل على درجه عاليه جدا برضو من المهنيه، هيبقى في منافسه وهيبقى في متابعه من جانب وزاره التنميه المحليه، شركه ثالثه متخصصه في الرقابه والمتابعه بتقارير دوريه، وهيبقى كل ده من خلال موبايل ابلكيشن، وهتبقى لان كل خطط التشغيل هتتحط على البرنامج، هذا البرنامج هيبقى فيه متابعه بشريه، وهتبقى فيه متابعه من المواطن، وبالتالي المواطن له التطبيق هيبقى موجود عنده، لو في اي حاجه يبقى رصد، يبقى بعت نشوف حل المشكله. طبعا غرفه عمليات موجوده في كل شركه من الشركات على التوازي مع غرفه العمليات اللي موجوده في وزاره التنميه المحليه وفي محافظه القاهره، على مستوى الشركات 24 ساعة متابعة، غرفة عمليات خطوط ساخنة حضراتكم حسب المنطقة اللي حضرتك فيها بتتعاملي مع الشركة بتاعت حضرتك، هنا في متابعة من المواطن، يبقى هنا في رقابة على مستويات مختلفة بشكل علمي، في لجنة لإدارة وتسيير العقد ممثل فيها كل الجهات المعنية بالشكل. في الآخر خالص هو إيه الهدف النهائي؟ المواطن يحصل على خدمة نظافة بس، فإحنا عايزين نحقق ده.